إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. أسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، يكتبها ويقدمها فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى سؤال جديد من مسابقة الماء في القرآن والسنة. السؤال 11: عندما جاء وعد الله تعالى إلى قوم نوح وظهرت بوادر العذاب بتفجير الينابيع وانفراج السماء بالمطر الغزير، أسرع سيدنا نوح عليه السلام بفتح السفينة ليدخل فيها من آمن برسالته، كما حمل فيها من كل حيوان زوجين اثنين ذكرا وأنثى ليستمر وجود جميع المخلوقات على الأرض. وبعد أن حملت السفينة من آمن من قوم نوح عليه السلام وغيرهم من هوام الأرض ودوابها، ارتفعت المياه في كافة مناحي الأرض واشتد المطر حتى التقت مياه الأمطار بمياه ينابيع الأرض، وارتفع الموج وازدادت شدته فغرقت الأرض، ولم يبقى من الأحياء إلا من ركب السفينة مع سيدنا نوح عليه السلام، حتى جاء أمر الله بأن تكف الأمطار عن الانهمار وأن تبترع الأرض ما أخرجته من مياه وأن ترسو السفينة وتستقر على الجودي. ذكر القرآن الكريم اسم المكان أو الموضع الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام، وأشار إليه القرآن. اذكر الآية التي تحمل اسم المكان واسم السورة الكريمة. جوائز هذه المسابقة مقدمة من وزارة الري والموارد المائية، وهي جوائز مالية ترسل الإجابات مجمعة في نهاية شهر رمضان على مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو الدور 5 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مسابقة الماء في القرآن والسنة. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، يعدكم بلقاء لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. أسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، يكتبها ويقدمها فؤاد حسان.